يا ساتر. السلام عليكم. هي الشاشة، ار يو كريزي؟ عمر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على كده الساعه بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حسك ده اديني ساعه نجربها. اوكي توماس. يا جهزت ثلاثة. اوكي يا كم فروم هير. هم دي سجوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. هيشتغل كده؟ ايه ايه ثانية واحدة. هاي واتس جوين اون براذر؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي تقعد تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص، النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا، هو اوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. اها اها، ده انت في البوستيري خالص. طب بص ركز معايا، ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه هعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس، اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني انا دلوقتي عندي اكونتي على الفيسبوك؟ انا نجحت نجحت. انت بتقفر ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم، يبقوا اصحابك تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ رجاله ونسوين؟ سو ويرد. اه رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. ابو السلاطين زبون كبير قوي عندنا، عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معانا، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا زولي يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και το αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Είπα να πίσω από τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقرب يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع سجوني ده. طيب وعز الجلال، ليه انت خمام؟ انا نشك ثلاث مرات
ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت والاستكسخ سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي هجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الذكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، انا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير، أمر الجناب. ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا التيتي. امال ايه يا كبير، ده حتى الحريم بيقول يا جع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم ساعتين الصبحية للحريم، وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. قوي قوي. ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع، البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده، والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل، زي الشرب، زي السوشي، زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانية واحدة، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقة بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه، حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقة بالنت. الأمي اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجة عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لأهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخلص انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي وفي اوضتي وعلى سريري كمان. يا ضرك علي، قلتي هنطقي اخر مره يا كبير. ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه، لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لان مكسر البيت كله على نفوخ. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. تعالي. حد شافك وانت جاي؟ لا. وطي صوتك، وطي صوتك. ما نسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب وحل. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا، واكل واكل، خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح، خشي نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده، يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفده؟ انت فين يا سف؟ انا هنا قدامي قدامي. في في يا كبير، هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقك لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا لا. بس يا دي عشان تفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. أمال إيه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسكت اقعد هنا. هو أنا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير، اقعد. علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغلوا عليه يا كبير؟ ثانيه واحده.
لو ما فيش خالص مش مشكلة دلوقتي. يعني واحدة ما فيش مشكلة لو ما فيش به 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 به. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله، وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا هنهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تطيطوا بشغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء، لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضاً الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلاً إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجه مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكوا تقطعوا بعض، عاوز فحت، ريل فحت. انجوي. Two enemies left. I hear them. انجر ايه يا مخبل انت؟ شايف لي فاروج يا شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، أنا قصدي أنجر الأيقوني. ولا عارفها كل الأيقوني. لا يا كبير، أنت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك؟ دبل كليك؟ ها؟ يلا شطور يا كبير شطور. يلا ما عندكش تمييز؟ كبير المزاريطة يتقال له شطورة؟ يا كبير انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعلش؟ مالك يا عم تتلوك في القرموط في المي ليه؟ عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، أنا فاهم دماغك صح، انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو. يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابدلي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيه؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ 2-2. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا سماعيل. حاسب يا سماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما من الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله ياد، اضرب القنبله ياد ياد. خياني يا رداني. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. نادي انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابن انت؟ انت مضلفك بتقول ايه؟ ولا حاجه. الصوت العالي انت ايه؟ الصوت والذوق يا فواز. ما تكسرش يا فواز. ايه يا رجاله؟ حسك هيعلم دواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال رجالة بشنباتة عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك. طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك التارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفل بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي الليدي
اللي ديهم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. رست ان بيس كينج اوف بوم. يلا يا نجاة يلا نعرفك غلط. روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك علي يا فواز. أنا غلطت في حقك وسائل لي إجراري. عارف يا فواز؟ أنا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير أكل. ما تقولش كده يا نجاتي. عارف أنت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز. نجاتي. يا سلام يا ولاد. أنا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل ما محبة إلا بعد غباوة. أيوة صح يا نجاة أنت غبي. كله من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهاردة مفيش نت في المزاريطة. فجوسة وقطمها جحش. أيوة وعلى رأي الشاعر إيه أوه لو سألوني بينا رجالة. بينا رجالة. ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع يا جماعه؟ المكان اللي اتدمر ايه؟